يرفض المسؤولون اللبنانيون التعلم من أخطائهم. هنا في إهراءات القمح في مرفأ بيروت، الدخان يتصاعد ويتحول إلى نار مشتعلة بين الحين والآخر. المشهد على حاله منذ 6 أيام بسبب عملية تخمير للحبوب نتيجة ارتفاع الحرارة داخل الإهراءات بحسب ما أعلنه المعنيون الذين لم يحركوا ساكناً لاتخاذ أي إجراء يخمد الحريق. أنا تواصلت مع العديد منهم امبارح، بيقولوا ما بيقدروا يطفوا بالمي. ممكن انه يكون صح ما فيهم يطفوا بالمي، بس وقتها يعرفوا شو الغاز اللي عم يطلع دغري ببين كيف بيطفوا، يعني يا بيطفوا بنيش كربونيك او ببودر، او امبارح وزير الاقتصاد قال يمكن يكبوا رمل. هلا الرمل اذا كبوه بيصير انه يطفي، بس ما بيوقف الفيرمنتاسيون، بدهم شيل هول الحبوب. ومع مرور الايام وترك الاهراءات على حالها تتاكلها النيران، يرتفع منسوب الخطر على السلامه العامه. وقت انت بتتركي حريق بهذا الوقت كله من دون ما تطفيه، والعالم كله بقلب الاشرفيه عم تتضايق وعم يختنقوا من الريحه يلي عم تطلع كل يوم، أكيد بيكون عنا شكوك، لأنه وقت الحريق هالقد بيطول ستركتور الحديد يلي هي على السيلو بدت بتتمدد وبيقشط البيتون لحاله. في آراء بتقول أنه ممكن كتير يتمدد الحديد ويقشط البيتون مش كله، لأنه عندك الجزء الجنوبي هو منه متضرر، عم نحكي عن الجزء الشمالي ممكن شي صومع يقلب لأنه الحديد عم بيتمدد على الحماوة. في آذار الماضي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بهدم الإهراءات، اشتعالها اليوم يثير الرعب في قلوب أهالي الضحايا على رغم التطمينات بأن لا عملية هدم للإهراءات تجري على أرض المرفأ. كلنا بنعرف السلطة أو الحكومة أخذ قرار بهدم الإهراءات بس التنفيذ، وشفنا نحن وزير الأشغال بآخر إطلالة له مش شهر حكي بطريقة كتير إنه نحن أنا مش حاسأل على حدا رح خبط الإهراءات وأعمل أعمار للمرفأ. نحن لو مطلبنا كأهالي هو أكيد نحن بدنا أعمار المرفق، بس مش نقطة الإهراءات بكل صراحة. أنا كل شيء بدنا يضلنا هول الإهراءات موجودين بالقليل تيكون خلص التحقيق، لأنه هن برمز الانفجار، لأنه الناس في لبنان تنسى شو بسرعة. إذا شلنا مشهد الإهراءات من وجههم رح ينزل الانفجار بشكل أسرع. صمت المعنيين اليوم يشبه تماما الصمت الذي سبق انفجار الرابع من آب. ككل شيء آخر في هذا البلد الإهراءات تحترق، فيما المسؤولون يعيشون حالة إنكار على أمل أن تحل الأمور نفسها بنفسها.